على المخيم اللي فوق، رقصنا وعملنا وبكى في مسرحية، ونزلنا تحت رسمنا، وبعدين طلعنا فوق على عيد ميلاد. إنه بكى في مواهب حلوة ورسومات أشياء يعني موهبة، وحبيت كثير يعني إن شاء الله إنه أطفال يعني أم الفحم إنه تيجي على مركز زمهيرة وتدرس يعني وتكيف يعني. حبيت المخيم، المعلمين، الفعاليات والتعامل، وبشكر كل المعلمين اللي هنا، وبكى اشي حلو ممتع، وكل فعالية حبيتها، وبقول ان كل اهل من الفحم يجوا على مركز الزمهير كده، ما هو حلو. عيد ميلاد الليلة ميلاد.